رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط في ليبيا، وأكدت مصر مجددا في بيان لوزارة الخارجية على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي، وكذلك دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا ودول جوارها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة وإبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يقدم الدعم لتلك التيارات ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما.